تتوكل حضرتك عن صلاة القصر. أنا من المنصورة، ودايما لما بسافر بره الدقهلية سواء دمياط أو بورسعيد أو الشرقية بكسر الصلاة. بسأل عن صلاة القصر لو أنا من المنصورة ومسافر دمياط أو بورسعيد أو الشرقية بكسر الصلاة. من دمياط بتسافر فين؟ المنصورة. بسافر دمياط وبكسر الصلاة. بتسافر دمياط وتقصر الصلاة. تمام. فأنا لو ليا مكان إقامة هناك، يعني تبع الشغل فندق أو حاجة، هل كده أقصر ولا لا؟ مدام لا ليك دوران إقامة الآن. يعني لو أنا مقيم في فندق. لك دوران إقامة. تتم هنا وهنا. أتم الصلاة. نعم. ماشي. سلام عليكم.